جديد لميليشيا الحوثي يقرر الخمس لبني هاشم من ثروات البلاد. فهل الخمس هذا جزء من التشريع أو النص الديني؟ أم أنه تأكيد الأفضلية الهاشمية على اليمنيين؟ ما خطورة الفرز المجتمعي؟ وما موقع هذه الإشكاليات في الدستور ومخرجات مؤتمر الحوار؟ أهلا بكم. سيطر الحوثيون على الدولة بكاملها، لكنهم يسربون لائحة قانون بشأن تخصيص 20% من الثروات الطبيعية لصالح جزء من السكان على أسس عرقية، وبالمخالفة للقاعدة الدستورية التي تنص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وبالرغم من أن اللائحة التي يدور الحديث عنها لم تؤكد من قبل مصدر في الجماعة، إلا أن مجرد تسريبها يشير إلى التساؤل عن مدى قدرة الجماعة في الاستمرار بسياسة خلق وتعميق شرخ اجتماعي بين السكان، ليتمكنوا لاحقا من تحشيد المقاتلين وهم مدفوعين بالخوف والشعور بالعزلة عن بقية فئات المجتمع. أما أن المقصود هو نهب المزيد من الأموال التي ما تزال في أيدي أصحابها وتخصيصها بالفعل لخلق مجتمع جديد يسيطر على الثروات ويقود بقية السكان من بطونهم إلى الحرب التي خلقت من رحمها جماعة الحوثي ولا يمكنها أن تعيش بعيدا عنها. بعد خمس سنوات من سيطرتهم الكاملة على البلاد، سرب الحوثيون قرارا جديدا يحمل توقيع رئيس المجلس السياسي الذي يحكمون باسمه البلاد بشأن لائحة قانون الزكاة. وبالرغم من أن القرار المسرب يحمل تاريخا قديما، إلا أن كل المواقع الإخبارية ووسائل إعلام الميليشيا قد خلت من الإشارة إلى هذه اللائحة التي أثارت غضب الكثير بسبب احتوائها على تمييز عرقي في مصارف ما يسمى بزكاة الركاز، بعد تخصيص 20% منها لفئة الهاشميين وإدخال ثروات هائلة في مواردها، منها الصيد البحري والمياه الجوفية والمعادن والنفط والآثار. اللائحة المسربة لم تعتمد بشكل رسمي حتى الآن، إلا أنها لا تبتعد كثيرا عن السياق العنصري الذي تعتمد عليه ميليشيا الحوثي في تقسيم المجتمع على أسس عرقية وطائفية، بما يخدم مشروع بقائها الذي يعتمد على الصراع ويزدهر في الفوضى والانقسامات. لو قالوا عايدة سيد أنا مختلاس ما نشتري ما يشتري كلهم ما العين انهبت الذين عبوا بعضهم عسل جغر البضايع أهانتنا أين التجارة. بعد سيطرتهم على صنعاء اتجه الحوثيون نحو تنويع مصادر دخل الجماعة، ابتداء من النهب المباشر لبعض المؤسسات التجارية والعقارات المملوكة لخصومهم أو للدولة، مرورا بالمصادر التي خلقها اقتصاد الحرب من فوارق أسعار الغاز المنزلي ونقاط الجمارك الداخلية والأتاوات المفروضة على تجار الجملة وجمع التبرعات من المنازل والمساجد. وفي العام 2018 أنشأ الحوثيون هيئة للزكاة، وعينوا لرئاستها والعمل فيها كوادر تابعة للميليشيا، ومنذ ذلك الحين تمارس هذه الهيئة عملية نهب منظم ومتصاعد للتجار، لدرجة رفع مبالغ الزكاة في بعض المناطق لخمسة أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي. وثيقة الحوثيين المسربة بشأن لائحة قانون الزكاة تؤكد الواقع الملموس الذي يشير إلى أن الجماعة الغارقة في خرافات الماضي لا يمكنها أن تكتفي بالخمس بعد أن تمكنت من السيطرة على كامل البلاد بثرواتها وموقعها وقرارها السياسي، وبالتالي فلا معنى للحديث عن موارد الزكاة ومصارفها، بينما تمضي الجماعة في طريق اختطاف البلد والسيطرة على مستقبل أبنائها لأطول وقت ممكن. والأخطر من ذلك هو تشريعها لقوانين تمييزية عنصرية تسبب مزيدا من الصراعات الاجتماعية وتطيل أمد الحرب. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نستضيف الكاتب والباحث زايد جابر هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ زايد. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ زايد. قانون الزكاة الجديد الذي فرضه الحوثيون يقرر الخمس لبني هاشم من كل ثروات البر والبحر، من غاز، ذهب، معادن، ملح، زئبق، نيس، وربما أنت اطلعت أيضا على ما جاء في هذه الوثيقة، العسل أيضا في الجبل والكوف. باختصار كل ثروات البلاد، من أين جاء ذلك؟
الحقيقة أولا يجب أن نقرر حقيقة أن كل ما يصدر عن الحوثي هو باطل، لأن البعض يظن أننا إذا دخلنا بالتفاصيل كأن مشكلتنا المسلمين فقط أنه هذا القانون ظالم، لو عدلوه بيمشي تمام. يعني كل ما يقوم به الحوثي حتى لو قام بتطبيق القوانين النافذة يعني لا كان باطلا أيضا، لأنه انقلابي ومعتدي وهذا شيء طبيعي. لكن ما حدث بهذه يعني هو إنما، وهذا ما نريد أن نؤكده، أنه يكشف طبيعة هذه الجماعة وغايتها وما قامت به. يعني هذا السعي الحثيث للإمامة عبر التاريخ لم تكن سوى أداة جباية. يعني هناك الصراع أصلا هو صراع سلطة وثروة، وهؤلاء ما يرونه حقا إلهيا لهم، هذا الحق الإلهي باحتكار السلطة، ثم الحق الإلهي بما يسمونه الخمس. الجديد أنه وسعوا مفهوم الخمس، يعني رغم أن الفقه التقليدي كان يرى أنها خمس الغنائم، وهو غير مسلم حتى أنه لبني هاشم حتى بالغنائم الحروب يعني، لكن إضافتهم لثروات البلد يعني هذا أمر مكشوف يعني وواضح، أنهم يعني يريدون نهب ثروة الأمة. وليس هذا فقط، وإنما هنا وهنا الخطورة، أنه هذه أول وثيقة أو أول ما يسمى قانون لديهم لتقسيم المجتمع على أساس عرقي، وهذا أمر خطير جدا لم يحدث في أي بلد، ولا يمكن أن يحدث في أي مجتمع محترم يحترم نفسه ويسعى لوحدته المجتمعية واللحمة يعني الاجتماعية، يتم تقسيم البلد على أساس ما خطورة عرقي. ما خطورة هذا التقسيم على واقع يفرض على اليمنيين؟ يعني الحقيقة نحن من بداية الحرب، رغم أن الخطاب كان سلالياً عنصرياً، لكن كنا نتجنب الحديث يعني حتى الصراع، نحاول أن نحصره بدعاء باسم الإماميين، باسم دعاة الإمامة الحوثيين، كان الناس يتجنبون أن يقولوا الهاشميين، هؤلاء جاءوا يقولوا لبني هاشم. طب هذه المفردة أستاذ إذا سمحت لي، يعني أنت تقول بأن حتى في الفقه التقليدي لم يوردها لهم في خمس الغنائم، من أين أتت هذه المفردة ومن الذي حصر المسألة بأسرة؟ يعني الحقيقة هي طبعا استنادا في هناك آية قرآنية، وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين. يعني كانت الحروب في الماضي الذين يأتون للقتال أو للجهاد لم تكن هناك جيوش منظمة، فكان بعد انتهاء أي حرب تؤخذ الغنائم فتقسم على المقاتلين 4 أخماس، ثم يخرج منها خمس في عهد النبي كان يسلم له، الله زاد فصل الله كيف يقسم هذا الخمس، فكان يقسمه أخماس أيضا، كان يقول ليس لي إلا الخمس والخمس مردود لكم، وكان يعطي منه أقاربه بعد وفاة. يعني لماذا أيضا هي مرتبطة بقضية أن الزكاة الله حدد مصارفها في 8 مصارف، وثبت أن النبي كان يبعد أهله وأقاربه منها، يعني هم أرادوا بعد ذلك أن يجعلوا من ذلك عنصرية وتفضيل، والأمر ليس كذلك، كان النبي يتعفف، الله يقول في القرآن كانوا الأعراب يتهموا أنه ويلمزونك في الصدقات حتى لا يقال أنه إنما أراد أن يحابي أقاربه، فكان أقرباؤه يبعدهم، جاءوا كانوا بعضهم متلهفين أنه لماذا لا يذهبوا لأخذ الصدقات ليستفيدوا، جاء عمه العباس والحارث فصرفهم عنه، يعني حتى لا يتهم أنه يحابي أقاربه بذلك. طيب والفقير منهم كان يعطيه إذا حدثت يعني بالغنائم وأعطاه منه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سقط الأمرين معا، أولا لم يعد هناك مبرر لمنعهم من الزكاة لأنه خلاص يعني هو النبي كان يبتعد عن ذلك، وبالنسبة للغنائم وهذا الأمر ليس اجتهادا حتى من المتأخرين، اجتمعوا في عهد أبي بكر قالوا أن نأتي بالخمس الذي كان خمس الخمس لله والرسول وذي القربى، قال بعضهم حق الرسول ترجع للولي الخليفة من بعده لأقاربه، يعني لكنهم أجمعوا بعد ذلك أن هذا سهم الله والرسول وذي القربى يكون لبيت المال. وحدث في عهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، انتهت المسألة هنا اجماع من الخلفاء الراشدين الأربعة، وجاء الإمام أبو حنيفة وقال الخمس انتهى. طبعا والزكاة الفقير منهم يأخذ مثل غيره. نحن نقول هذا الاجتهاد المتعلق بالغنائم اليوم لم يعد له مجال، ليس قضية القرابة فقط، الخمس بكله ما عفش له وجود. لماذا؟ الآن الجيش حتى لو نحن نخوض حربا دفاعية ضد دولة يعني معادية لليمن وحصلنا على غنائم، لم يعد حتى من حق الجيش أن يأخذوا. لماذا؟ إلا إذا قيادة الجيش وقيادة الدولة أرادوا أن يعطوها إكراميات أو يشجعوا المقاتلين أو يعطوهم شيء، لأنهم أصبحوا في مؤسسة رسمية وأصبحت معهم رواتب،
هذه قضايا تاريخية عفى نعم عليها الزمن يعني ولم يعد لها وجود. صحيح. يعني الآن حين تنبش مثل هذه القضايا ويعودون إلى يعني حتى هناك سهم الرسول ويعطى ولي الأمر يتصرف به كيف شاء، لو أنت اطلعت على نعم يعني أمر مستفز حقيقة لكثير من الناس، يعني حتى أن سقطت حجتهم الذين يقولون نحن لم نأتي، بالعكس نحن نحاول ونعمل وقانون الجمهورية وما إلى ذلك. اتضح الآن ما الذي يريدونه؟ هل انكشف الستار عن يعني هو كل مرة ينكشف الستار أكثر للذين لا زالوا مغرورين؟ أصلا هذه القضية لماذا تم الحفاظ عليها تاريخيا؟ وأقول تم الحفاظ عليها نظريا، أما عمليا حتى بيت حميد الدين على سوءهم لم يفعلوا قانون للخمس لبني هاشم. صحيح أن الإمام كان يسيطر على كل شيء وبيدهم كل شيء، لكن أقصد ظلوا يقولوا أنها محرمة عليهم وأن الزكاة أوساخ الناس ولا تليق بهم من أجل الحفاظ على هذه العصبية العنصرية. يعني الإمام الهادي يقول أنه الزكاة، يعني يقول أنه أكل الميتة أهون من أن يأكل هاشمية الزكاة، ثم أتى بعد ذلك بعد ما سيطر في اليمن مع فتاوى أن الزكاة المصارف الثمانية موكول أمرها لولي الأمر الذي هو منهم طبعا، فله الحق أن يتصرف بها جميعا وأن لا يعطي الفقراء والمساكين. لماذا انتفض اليمنيون ضد الإمام الهادي وأسقطوا دولته وعاش محصورا في صعدة 800 عام وأولاده؟ لأنهم أخذوا الزكاة ولم يعطوا حتى للفقراء والمساكين كما كان يدعي من قبل، بل قالوا أن الأوقاف من حق ولي الأمر أن يأخذها حتى أوقاف المساجد ويدعم بها المجهود الحربي، وقالوا أيضا الغنائم، بل قال من حقه أن يأخذ الثلث دعما للجهاد كما يسمونه، فهم أخذوا كل المصادر حتى أنه الإمام. وهذا ما يحدث الآن، يعني الحسين نعم هم يعني كل شيء كل حتى الزكاة، الزكاة مثلا مع مصارفها معلومة، كل الأمر كان موكولا للإمام، كانت مخازن الإمام يحيى حميد الدين كانت مخازنه ملأة في الحرب العالمية الثانية بداية الأربعينات، حدثت مجاعة وكان الناس يتساقطون في صنعاء من الجوع، واقترح عليه أحدهم أنتم تعملوا الآن الكدم يعني للقصر ولبعض الجنود، لماذا ما تزيدوا شوية من بيت المال واعطوهم كدمة واحدة اعتقوهم بها؟ فقال لا يكفي الخلق إلا الخالق، من عاش فهو عتيق ومن مات فهو شهيد. هذا الإمام الذي قال وهو أعلم بأجداده ولا إما من قبله، قال والله لن تجدوا بأئمة الهدى من هو أعدل مني بعد علي بن أبي طالب. وفعلا في تاريخ الأئمة قدوا يعني على سوءه قدوا حق يعني أقصى تطور الإمامة. نعم. هذا الذي أخذ كل شيء أخذوا بيده، لكنهم لم يجروا أن يجعلوا منها الآن يعني في العصر الحديث يجعل منها قانون. هذه نعم الكارثة هذه الكارثة فعلا. اسمح لنا فقط أن ينضم معنا الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد عضو لجنة صياغة الدستور عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور والعافية، حياكم الله وحيا ضيفكم الكريم. أهلا بك. بداية أنا أود أن أسألك دكتور، هل الخمس موجود في القانون المدني وتشريعاته؟ نحن عندما نناقش هذا الموضوع يجب أن نناقشه من زاويتين. تفضل. الزاوية الأولى الزاوية الشرعية، وهذه دعوة نطلقها لجميع المجامع الفقهية وعلماء الدين والشريعة بأن يعيدوا النظر في كثير من الأحكام الفقهية التي داخلة في دائرة الاجتهاد، لأن كثير من الأحكام الفقهية كان لها مسوغ أيام النبي، وكان هناك كثير من الأسباب التي أدت إلى إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام بعض الميزات المالية بسبب كثرة الوفود الذين يأتون من جزيرة العرب والداخلين في الإسلام، وكذلك احتياجات المعارك والغزوات التي كانت تنطلق بأمره عليه الصلاة والسلام. اليوم كثير من الأحكام سببت للناس إشكال، وهي طبعا داخلة في دائرة الاجتهاد وليست قطعية، حتى لا يقال بأننا نحرف نصوص الكتاب والسنة. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق بموضوع الخمس، أنا أقول لك من ناحية شرعية لا يوجد اليوم أي عالم من علماء السنة أو حتى الشيعة عنده مسكة من علم أو عقل يقر مثل هذا الأمر أو ما يسمى بقانون الخمس أو فرض الخمس أو خمس الخمس على اعتبار الآية الكريمة. ليش؟ لأن سبب هذه الآية منعدما في هذا الزمان. سببها أنه الخمس يدخل في باب الغنيمة، والغنيمة هي التي تؤخذ من حرب مسلم وكافر، وهذه لم توجد اليوم، هذه كانت موجودة في أيام بدر وأحد
والخندق. اليوم ما في عندنا حروب قائمة على أساس كفار ومسلمين أو أننا بنقاتل الشعوب من أجل دخول الإسلام. نعم الجماعة دخلوا للبر والبحر يا دكتور، يعني لم يتركوا أي مصدر من مصادر الثروات الطبيعية. أنا إلا ما أبين لك، بس أنا الآن أريد أبين لبعض علماء السنة المخدوعين بموضوع الخمس وهذه الخرافة والخزعبلات، لا يوجد مبرر اليوم لفرض مثل هذا الأمر، لأن الغنيمة مش موجودة. الذي عمله الحوثي أنه حول أموال اليمنيين كلها غنائم، وحول مدخرات الدولة المدفونة في باطن الأرض من ثروات معدنية ومنتجات زراعية إلى غنائم. هذا يؤدي إلى أن الحوثي حول الشعب اليمني إلى شعب حلال المال وحلال الدم، ويعتبره شعبا كافرا لأنه حول أمواله إلى غنيمة، لأن هذا الآية إنزالها على اليمنيين خطير جدا جدا جدا، هذه لا تنزل على اليمنيين. الأمر الذي بعده أنه من ناحية قانونية، بعد أن صفى خزينة الدولة وقضى على الاحتياط النقدي للبلد وأخذ ما في البنك المركزي، الآن يريد أن يفتح له عدد من النوافذ للسرقة، ومنها الخمس، منها المجهود الحربي، ومنها المولد النبوي، ومنها يوم الولاية، ومنها يوم الغدير. كل هذه الموارد التي يفتحها ويشرع لها معروف أنها تشريعات باطلة، لا من ناحية شرعية ولا من ناحية قانونية. ونحن نتجوز نسميه قانون وليس قانون، لأن ما عمله الحوثي من 21 سبتمبر اليوم يعتبر باطل شرعا وقانونا، لأنه أخذه على سبيل التغلب والسطو المسلح والقوة المسلحة والانقلاب العسكري. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق بموضوع الخمس، الآن عمل فرز عنصري ومناطقي ومذهبي وطائفي، قسم الشعب اليمني وأوغر صدورهم على بعضهم البعض. الدستور النافذ، الدستور النافذ يقول في الباب الأول في القانون المدني: مواطن الجمهورية اليمنية سواء بسواء في الحقوق والواجبات في مواطنة متساوية. طيب أنا الآن كيف يريدني أن أكون أنا وغيري من أبناء الشعب اليمني، ويفضل فئة على أخرى، ويفضل أسرة على أخرى، ويفضل سلالة على أخرى؟ هذا يريد من اليمنيين أن يجعل منهم يعني فئتين، فئة تحكم وفئة تخدم. وهذا المشروع أنا أقول لك يا أختي الكريمة ليس من لدن الحوثي، هذا المشروع هو مشروع أرسل لميليشيا في لبنان، حزب الله، أرسل للميليشيات في العراق، أرسل للميليشيات في سوريا، أرسل للحوثي. المصدر واحد وهو الملالي إيران، وما تقوم وما يقوم به النظام الإيراني اليوم في المنطقة العربية. نعم، إذن من أجل سحب المذهب، من أجل إحداث انقسام في الدول العربية على أساس مذهبي وطائفي. نعم، إذن دكتور ما موقع هذه الإشكالات في الدستور اليمني الجديد، خاصة مخرجات مؤتمر الحوار؟ الحوثي قدم لنا مشروع الخمس، وأتذكر في جلسة من الجلسات أن أحمد عقبات وقف وقال باقي الخمس حق أولاد الرسول دخلوه في وثيقة الحوار. وقفنا في فريق بناء الدولة، كان مننا 55 عضو بالإجماع رفض هذا المشروع رفضا قاطعا، وكانوا يقدمونه على خجل وحياء. مع مرور الأيام وسيطرتهم على إيرادات الدولة، والآن وصلت بهم هذه الوقاحة والجرأة أن ينزلوه على شكل ما يسمى بالقانون زورا وبهتانا. لا يوجد لا في الدستور النافذ اليوم ولا يوجد في الدستور الذي صقناه دستور الدول الاتحادية أن يكون هناك أي فرز عنصري أو قيام أي توزيع سواء كان اعتباري أو مالي على أساس النسب أو العرق أو اللون أو الدم. إذا كنا اليوم نستنكر ما يحصل في أمريكا ويسمونها الدولة الأولى ديمقراطيا لأن هناك صراع بين البيض والسود، كيف نريد اليوم في اليمن الذي يعني ناضل اليمنيون من 26 سبتمبر لليوم لمواجهة هذه العنصرية السلالية نعيدها من جديد جدعة؟ صعب جدا، لأنها مخالفة لكل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد عضو لجنة صياغة الدستور.
كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن عودة إليك أستاذ زايد. تحدث الدكتور أحمد عن نقطة مهمة ربما البعض أراد أن يقارب الوضع بهذه المقاربة، وهو خمس بني هاشم هو مشروع حوثي إيراني جديد لنهب أموال اليمنيين وفرض ولاية الفقيه. ما مدى يعني صحة هذه المقاربة؟ أنا أحب أن أقول أنه يعني الفكرة ليست إيرانية، علشان نكون واضحين، مش كل شيء نرجعها إلى إيران. نهب أموال اليمنيين واعتبار هذه مخرجات البحر وما جاء من البحر وأن فيها الخمس، هذا ما قاله المذهب الزيدي، يجب أن نكون واضحين. المذهب الهادوي يقول هذا، وهم ما جاء في مشروع اللائحة التنفيذية حقهم أخذوا من المذهب الزيدي، وهذا ما مارسه الأئمة، وإن كان قلنا لم يصدر قانون ولم يقولوا لبني هاشم، لكن كانوا يعني قضية أخذ الخمس من هذه يعني من كل من هذه المكتسبات والبحر وغيرها موجودة في المذهب، وطبقوا ما فيه من في المذهب. طبعا ما من شك يعني هذا لا ينفي هناك ترابط مع إيران، لكن البعض يقول حتى لما كان بدأ الحوثي يعني يسعى ويتحدث عن العلم والولاية وتفضيل آل البيت يقولوا هذا كلام إيراني. لا لا، هو يعني والمذهب ما هو الذي هو سائد عندنا، ولا إما ماذا قالوا؟ هذا النفس العنصري والأفكار العنصرية وأن الله فضل آل البيت وأن لهم هذه الحقوق، هذا هو ما جاء به الإمام الهادي ابن الحسين الرسي وطبقه الأئمة، وإيران كانت لا تزال سنية في ذلك الوقت. يعني لا يعني التخلي المذهبي أو أنهم نعم هذه أحد الوسائل التي استخدمها حتى الشيعة الاثنى عشرية، الشيعة يعني المراكز أو يعني المرجعيات بأخذهم الخمس، يعني أصبحوا مرجع يعني أصحاب ثروة وأصحاب قوة، والخميني استغل هذه الأموال وقادتهم إلى الثورة، واليوم يعني الأتباع لهم في العراق وفي غيرها هي فكرة واحدة. على فكرة الشيعة يعني هم حتى يعني من توسع في هذا الباب وقالوا حتى بقية المصارف أنها مقصود بها لبني هاشم، وجعلوا مال الله ومال الرسول هو للفقيه الولي الفقيه كما قالوا هنا، وعندنا قالوا ولي الأمر. ولاحظي أنه كلمة ولي الأمر لا يوجد في الدستور، لأنهم قالوا أنه لائحة تنفيذية، والأصل أن اللائحة التنفيذية تشرح قانون موجود، والقانون يستمد من الدستور، وكل هذه الوثائق في اليمن سابقا أو لاحقا ليس فيها شيء اسمه ولي الأمر، لكنهم طرحوا قضية ولي الأمر لأنه الحوثي يقدم على أنه العلم وعلى أنه ولي أمر الأمة أكبر من قضية رئيس، يعني هو له سهم يتصرف به كيف يشاء ويتصرف بالبقية كاملة. وبالتالي هذه الفكرة العنصرية نحن نطالب من علماءنا الأجلاء أن يكون لهم موقف منها. لماذا؟ لأنها موجودة حتى عند أهل السنة، ونحن شاهدنا جدلا من 2013 لنكون واضحين، قالها الشيخ عبد المجيد الزنداني وقالها باسم هيئة علماء اليمن ولم يرد عليه أحد منهم إلى اليوم، يعني أنه لهم خمس من الخمس. هذه فكرة عنصرية، مجرد أن تقول أن لبني هاشم يعني أي شيء، كلمة بني هاشم، لماذا بني هاشم؟ لا. الفقير يأخذ من بقية مثل بقية الفقراء. هذه البلد اليمن، اليمنيين هاجروا إلى كل أرض وأصبحوا جزء من البلاد التي هاجروا إليها، كذلك اليمن هاجر إليها الهاشميون، وهاجر إليها من شمال الجزيرة العربية، هاجر إليها الأحباش، هاجر إليها الفرس، هاجر إليها الترك، هاجر إليها الأكراد، هؤلاء كلهم يعني أصبحوا جزء من اليمن وأصبحوا يمنيين، لم يعودوا سوى هؤلاء. لازلنا نسمع إلى اليوم علماءهم يقولون نحن واليمنيين، هذا حق لنا على اليمنيين، هم يرفضون الاندماج، ويعني كما يعني قال حمران ولكنكم رغم طول المدى بقيتم على أرضنا جالية، رافضين أن يعني أن يعترفوا أنهم جزء. طبعا هذا هنا الخطورة. لماذا؟ كان الزبيري الله يرحمه يعني عندما عمل كتابه الإمامة وخطرها على وحدة اليمن سنة 57، هذه فكرة خطيرة، لأنها سواء جاءت من ناحية عنصرية باعتبار أنهم من آل البيت، أو من ناحية مذهبية لأن المذهب الزيدي، الشعب اليمني لا يعنيه المذهب الزيدي ولا يعنيه يعني الشافعي أو غيره، كما قال الزبيري أرضنا حميرية العرق ليست أرض زيدية ولا شافعية، وبني هاشم أخوة لنا غير أسياد علينا في عنصر أو مزية، فالمزايا في الشعب للبعض دون البعض ثم الأخوة القومية. هذا هو الكلام، نحن نطلبهم للمساواة. فعندما يضع هذه الأفكار بحجة أنها من المذهب أو باسم السلالة، هم هنا يريدون تقسيم المجتمع على أسس مذهبي. ولهذا أنا أناشد هؤلاء العلماء، أنا لا أقول أن الشعب اليمني الآن ينتظر منهم فتوى، لا نريد فتاوى أصلاً. الشعب اليمني يقاوم وقد قدم عشرات الآلاف في الميادين وهو يعرف طريقه جيداً، ولن تنطلي عليه هذه الأفكار جاءت من السنة أو من الشيعة أو من الزيدية،
ذلك فقه لم لا يعنينا اليوم ولسنا متعبدين به، والفقه غير الشريعة وفهم الدين غير الدين. أفهم بشرية كل في كل مجتمع عاشوا فكرهم، لسنا معنين حتى أن نظل ندينهم ونقول قالوا وفعلوا. نعم. يعني معنا مبادئ عامة في هذا الدين، ومعنا مواثيق دولية ملتزمين بها، وكل قوانين العالم لا يمكن أن تميز فئة عن فئة أخرى. لكنني أقول هؤلاء ملزمين أخلاقيا بحكم أنهم دعاة وعلماء، لأن هناك تشويه بالدين. أما أقول فاليمنيين قد عرفوا طريقهم ولهم 5 سنوات يقاتلوا ولا يحتاجوا فتوى من أحد. لكن اليوم نحن نلاحظ بدايات يعني تشويه حتى للإسلام. هناك شباب يقول الإسلام لا يعنيني. طبعا نقول له هؤلاء غير الإسلام، أوكي، لكن معظم هؤلاء الشباب ليس لديها القدرة ولا الوقت حتى يبحث في أقوال الفقهاء وأنه هذا خالف وهذا عارض. هو يجد أن الحوثي وعلمائه يقولون نحن مفضلين عنكم، ثم يذهب إلى خصومهم الذين شردهم الحوثي فيقولون نعم الله يعني جعل لهم ميزة، ولكن ليس بهذه الطريقة، وإنما نحبهم حبا شرعيا والخمس الشرعي. يعني يقول إذن هذا هو الدين، أنا لا أريد الدين. يعني هم بذلك يصدون عن سبيل الله. نعم. هم بذلك يشوهون، وكل ما سينتج من إساءة للدين وبدأ كثير من الناس يتحدثون بنفس هذه الفكرة. يعني هناك نفور حقيقي إن كان هذا هو الدين يعني، وهذا ما تتحدثون به. نعم، ولهذا أنا أقول هم يظلمون الدين. أنا لا، علماء العالم الإسلامي لا يدرون هذه الفرقة. يعني ظلوا يقولون أن الزيدية أقرب المذاهب إلى السنة، كانوا يذهبون يبحثون عن الكتب، وكان هناك فرق لم تأتي إلى اليمن، الفرقة الصالحية ويعني الجريرية ومدري أين، ذهبت في العراق وانتهت. ما وصل يعني عندنا لو أنهم عاشوا فكرة الزيدية لدينا في اليمن وتجربتهم، ما قالوا مثل هذا الكلام. الأئمة الهادوية لو استطاعوا ان يصلوا الى العالم الإسلامي لفرضوا عليهم، هم يرون ان لهم حقا بثروات المسلمين كلها. يعني هؤلاء منذ ان جاءوا الى اليمن الى اليوم وجهادهم كله ضد اليمنيين، قتلوا اليمنيين وكفروهم وعملوا لهم هذه الجرائم كلها. يعني يكفي ان نقرا سيرة واحد من الأئمة، سيرة الإمام الهادي الذي كتبها ابن عمه وقائد جيشه، تقشعر الأبدان. كان يذهب إلى همدان، كان يعلق الناس على رؤوسهم الأسرى، قال فأتوا إليه يقبلون رأسه وقدميه أن يهب لهم جيف إخوانهم، فأبى عليه السلام. يعني هدم سد الخانق، قتل يعني في صعدة، كان يقطع الزروع والأعناب، وكان يغزو على يعني قبائل لأنها وقفت في الحياد لم تقاتل معه، فاستباح أموالهم ودمائهم. تخيل أن هذا السفاح الكبير يقدم لطلابنا اليوم على أنه أقام العدل في صعدة. هذا الكلام موجود في كتاب التاريخ للصف الخامس الابتدائي طبعة 2020، يعني حق هذا السنة. حق هذا السنة لا زال ندرس أن الإمام الهادي أقام الدولة الزيدية العادلة. في المناهج هي مناهج قديمة يطبع منها كل سنة، لكن لم يعدل إلى اليوم. نحن 5 سنوات حرب، لم تعذف هذه الفقرة عن الإمام الهادي أنه أقام العدل. العدل أنه قتل الناس، أنه كفرهم، أنه هدم آبارهم، أنه هدم بيوتهم. كل ما يقوم به الحوثي أصص له الهادي الذي ندرس أولادنا أنه أقام العدل. المطهر بن شرف الدين في كتاب الصف التاسع الثالث الإعدادي قدم على أنه بطل، وأنه واجه يعني العثمانيين، مع أن هذه أكاذيب. هو ووالده شرف الدين هم من استعانوا بالمماليك، ثم بعد ذلك استعانوا بالأتراك ضد بعضهم بعضا. أخوته استعانوا ضده، وهو استعان ضد والده بالأتراك أنفسهم. ومع ذلك زوروا لنا هذا التاريخ وقالوا أنهم أبطال، وقدموا لهم لنا على أنهم أبطال. كيف يمكن أن نحارب أو نجفف ينابيع هذه الفكرة؟ نحن نقول غريمنا أو الحوثي بما يمتلكه من سلاح، وهو متمرد ونزع السلاح. لكن لا يعقل، يعني هم جاءوا بعد ثورة سبتمبر وحصروا المسألة ببيت حميد الدين، وهذه فكرة إمامية خطيرة، وروجوا لها بيت الوزير أكثر من روج لها، باعتبار أن كان بينهم صراع هم وبيت حميد الدين. وزر 1200 عام من هذا الفكر السلالي العنصري الإرهابي حملوا وزره لبيت حميد الدين، وكأن بيت حميد الدين هم من اخترعوا فكرة البطنين، من اخترعوا الخروج، من اخترعوا قتل الناس واخذ اموالهم واخذ الزكاة وكل المظالم، وهذا غير صحيح. ثم عادوا بعد ذلك يتبركون بقبر الهادي ويدرسونه على انه بطل، واستمر الامر الى اليوم. ولهذا الناس تفاجؤوا الان يشوفوا مثلا هذا الخمس يقولوا لا اخذها من ايران، جاء من مدري اين، يعني قال البطنين، قالوا هذه فكرة مش موجودة. لا، هي من قال لكم أنها ليس موجودة؟ يعني أليس مجد الدين المؤيدي يقول أليس لجدنا في اللوح ذكر مع اسم الله لا يمحوه ماحي، ومن قال الإمامة في سوانا كمن قال النبوة في سجاحي.
هذا المرجع الكبير يقول إن الإمامة، إن أدلة الإمامة متواترة، هكذا يقول، ويكثر كل من يعني يقول إن الجمهورية نظام كافر، وأنه يعني القبول بها كفر وفساد. يعني هذه كتب مجد الدين، لا أقول بدر الدين، مجد الدين الذي ظلوا يدافعون عن العلامة حمود عباس المؤيد وعمره 105 سنوات لما توفي في أواخر أيامه، وبإمكان أي شخص أن يدخل إلى موقع المسيرة وسيجد يعني وهو يقول سيدي سيدي عبد الملك، سيدي ومولاي فتى آل محمد، اللهم انصر سيدي عبد الملك، ويعني وودع أولاده الذي قتلوا مع الحوثي واعتبرهم شهداء، وأعطى كلمة للآخرين أن يذهبوا ويقاتلوا ويجاهدوا اليمنيين. هذا حمود عباس المؤيد ومحمد المنصور، ووقعوا على الوثيقة الفكرية، حتى أحمد شرف الدين. وأنا ألاحظ للناس، البعض يقول أنه كان وكان وأنه قدم رؤية علمانية، لماذا؟ البعض لا يفهم أنه أحمد شرف الدين من عام 92 وهو يطالب بالخمس، عام 92، والأستاذ نصر طه كتب عليهم ورد عليهم في تلك الفترة في صحيفة 26 سبتمبر، وكانوا يكتبوا في صحيفة الأمة وطرحوا مشروع الخمس في ذلك العين، لكنهم يظنون أن الناس بلا ذاكرة. يعني لماذا قال أحمد شرف الدين دولة علمانية؟ هو قال ووضحها، وبإمكانهم أن يدخلوا لموقع الحوار الوطني ويجدوا كلام أحمد شرف الدين في الوثيقة التي قدموها باسم أنصار الله. هو يقول إنه الحكم له آلياته، إذا لم تريدوا الزيدية على أساس البطنين نأخذها على أساس السنة لأنها ترى في قريش، إذا كنتم لا ترون ما دام القوى الأخرى فلا نقول إن الشريعة مصدر جميع التشريعات، نخليها علمانية. لماذا؟ علشان يقول للناس اليمنيين رفضوا حكم الشريعة والشريعة نحن. يقول هكذا بالنص، يقول إن المادة التي تقول الشريعة الإسلامية قال مصدر جميع التشريعات، كان المادة الثالثة، يقول المادة الرابعة التي تقول الشعب مالك السلطة ومصدرها تنسف الشريعة، ما فيش في ظل الشريعة أن الشعب مالك السلطة وهو الذي ينتخب، يفترض أن يكونوا هم. وعلى فكرة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لهم كتاب في نسف الديمقراطية، وفي استدلالهم على أن الدستور اليمني طاغوتي أخذوا من أقوال أحمد شرف الدين. أحمد شرف الدين معه مبحث عام 97 كتيب على أن الدستور معارض للشريعة لأنه أخذ بالديمقراطية. هذا الكلام، هذا المعتدل، زاوية الحسين مع أنا أركز هؤلاء فقط، هم الذين كانوا يطرحون أنفسهم رموز، أما هؤلاء فقد جاءوا هذا العلم ويقسمون له في الناس أنه من أمرنا الله تعالى بتوليه، يقولها أمر واضح وصريح. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ زايد أن ينضم معنا الوزير السابق الدكتور صالح حسن سمي، الأستاذ القانون الدستوري في والنظم السياسية بجامعة صنعاء، عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير دكتور صالح. أهلا بصغيرتي وصغيرتي، تحياتي لك وللزائد. أهلا بك دكتور. إذن طالبنا بدولة مدنية ديمقراطية تحفظ حقوق الإنسان على أساس المساواة والعدل، والآن نجد أننا نواجه فريضة جديدة تطال اليمنيين تحت لافتة الخمس، ما تعليقك؟ ليس بمستغرب، الحوثي سار هو ولي وفرض نفسه أنه ولي ومنصب من الله بكلام واضح، شعار فرض على المعسكرات اسمه قسم الولاية، يردد في المعسكرات في الكليات العسكرية والأمنية. الكلام واضح، نحن نعيش ردة إمامية بصورة أكثر تخلفا حتى من الماضي، هي أقرب إلى الصيغة الاثنى عشرية منها إلى الزيدية التقليدية، ولهذا قصدي لا غرابة. نعم، إذن هناك من يرى في هذه الوثيقة دكتور أنها ثاني أهم وثيقة عنصرية تفصل اليمنيين وتفصح عن العقيدة الحوثية تجاه المجتمع بعد الوثيقة الفكرية، هل تتفق مع ذلك؟ أنا أحمد الله أنهم ظهروا على حقيقتهم الآن بوثيقة الخمس، صارت القضية واضحة وضوح الشمس، يعني عبارة عن تميز سلالي عنصري واضح، ولو كنت مكان الحوثي كنت أجلها أقل شيء الفترة، لكن شاء الله أن يفضحهم. يعني مسألة الخمس هذه في حقيقة الأمر، يعني في حقيقة الأمر صحيح أنها موجودة في المذهب الهادوي،
لكنها لم تطبق عمليا على الإطلاق. حاول أحد الأئمة وهو القاسم بن علي العياني أن يطبق الخمس على زكاة الزروع والثمار والركاز خسارة القبائل اليمنية، وقتلوه في منطقة اسمها ذي عرار في جنب ريدة، يعني تمالأت عليه قبائل همدان بن زيد بجناحيها حاشد وبكيل، قتلوه لأنه حاول أن يفرض الخمس، وجعلوا بعد منه قصة أنه أول ما هذا كان في مطلع القرن الخامس الهجري، عملوا منه قصة أنه عُلج إلى السماء وأنه هو المهدي المنتظر الذي سيأتي آخر الزمان. ومن هذه التخاريف هو أول من حاول أن يفرض الخمس فحصل له ما حصل. نعم. بعد ذلك صحيح لها أساس في المذهب لكن لم يطبقها أحد على الإطلاق إلى أن جاء عبد الملك الحوثي وبدأ الآن يطبقها مثل ما طبقها الحسين بن القاسم بن علي العياني. هذه هي الحقيقة يعني. إذن أنت كرجل دستوري دكتور وقانوني كيف تنظر إلى إجراء يمنح الجماعة أو جماعة تصف نفسها بأنها من سلالات آل البيت بني هاشم وتكررت مرارا في الوثيقة التي تم تسريبها، يعني هذه السلالة التي تريد أن تأخذ خمس من ثروات البلاد وأموال الزكاة؟ هذا مناقض للدستور الجمهورية اليمنية جملة وتفصيلا، فهو تشريع في حكم المعدوم لأنه يصادم الدستور الذي اعتبر ثروات الجمهورية اليمنية سواء ما في باطن الأرض أو ما في ظاهرها كلها ملك للدولة، لم يخصص أحد بشيء، ملك للأمة كلها. هذا تمييز سلالي عنصري، وأقول الحمد لله أنهم ظهروا على حقيقتهم. الناس يرددوا دائما أن هذه حركة سلالية عنصرية وهم يكذبوا. الآن بهذه الوثيقة أثبتوا للناس بها أنهم سلاليين عنصريين. لا حل أمام اليمنيين إلا اجتثاث هذا الوباء مهما كان الثمن. نعم برأيك. نعم دكتور، كيف يمكن نسف هذه الوثيقة وما يحيط بها من لبس وادعاءات؟ كيف يمكن أن يتم نسف مثل هذه الوثيقة خاصة وأنت تعرف بأن الشعب اليمني عادة يعني يهمه أمر الدين وربما العزف على هذا الوتر بأن الخمس هو مذكور في القرآن وما إلى ذلك؟ الناس أنا قلت لك الزيدية في تاريخها لم تطبق الخمس، الذي طبقوا في فترة زمنية في القرن الخامس هو الحسين بن القاسم العياني. اليمنيين وخاصة أصحاب حاشد وبكيل هي همدان بن زيد بجناحيها قتلوه. نعم. بعد ذلك لم يعرف الناس إلا الزكاة المتعارف عليها، لم يكن حاجة اسمها الخمس، يعني إذا في خمس مثلا يتكلموا كنصاب كساهم، يتكلم عن الخمس مثلا في الركاز يقول وفيها الخمس، الأرض الزراعية التي تسقى من ماء السماء فيها نصف العشر، التي تسقى بالغيول وبالأنهار فيها العشر، وهكذا. لكن أن يخصص شيء اسمها الخمس هذه قضية قادمة من إيران، وهي مرتبطة ارتباط وثيق بالمرجعية حيث أنه في الاثنى عشرية يلزم كل فرد، يجب عليه وجوبا، هكذا علموا الناس، أنه يرتبط بمرجع معين يأخذ منها الدين من هذه المرجعية من الوضوء وحتى الجهاد، وعليه أن يدفع أن يؤدي لهذه المرجعية خمس أموال أيا كانت زراعة أو تجارة أو إلى آخره. الآن هذه القضية الحوثية مستوردة مستنسخة من شيعة إيران وشيعة العراق، بدليل حتى أنه ذكر مفردات دولة القز
احنا كيمنيين ما احناش عارفين ما هي دوله القزم يعني الذي تدخل في نسيج الحرير. دليل ان القلم مستنزه اصلا يعني اخذوا نسخه من ايران واتوا طبقوها في اليمن. نعم إذن لن ينجح على كل حال. اذا شكرا جزيلا لك دكتور صالح حسن سميع استاذ القانون الدستوري والنظم السياسيه بجامعه صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. اذا عوده اليك استاذ زايد. ربما يعني هناك من يتساءل لماذا الان بعد 5 سنوات من ممارسه الانقلابين لكل وسائل النهب الممكنه واللاممكنه يعني يظهرون بهذه الوثيقه التي ربما تفضح توجهاتهم؟ يعني انا اتوقع الان مثلا في ظل هذه الضجه قد يتراجعوا، هي المساله وما فيها يعني هم لديهم افكار ومعتقدات يسعون الان لترسيخها بكل وسيله ويحاولوا يشرعنوها. يعني هم استغلوا الان برلمان ما تبقى من المؤتمرين برلمان يحيى الراعي لشرع لهم وهو غير شرعي بالاصل البرلمان، لكن هم هكذا يتوقعون، لهذا هم أجلوها. وربما أنا أتفق أنهم استفادوا من قضية إيران لأنه الخمس لا زالت المراجع تسلمه، وطبعا هو موجود في المذهب كما ذكر حتى الدكتور صالح سميع، لكن الأئمة كانوا يتراجعوا وفعلا بعض الأئمة يعني قتل بسبب هذا الخمس. يعني اليمني شعب فقير أصلا، وحتى الزكاة كانوا يثقلوا كاهلهم بها، وكانوا يعني ياتوا ناس يسموها المثمر والكذا. كل مشاكل اليمنيين مع الإمام بدأت من الزكاة، كان بعض أحيان يبيع المال من أجل أنه لا يستطيع يدفع يعني الزكاة وهي العشر، ما بال يعني بالخمس. ولهذا كانت صعب، لكن هي موجودة في المذهب، كانت موجودة أيضا في المذهب. يعني هي من خلال التجربة الحوثي يدرك أن الخمس مورد غير سهل غير عادي، يعني 20% ليس سهلا. ثم من قال الآن يعني لما يريد أن يخرج من النفط يعني مثلا، وهذا كلام وهم، حتى من يوافقهم أن البترول يخرج فيها الخمس، يخرج فيها الخمس ما هو للشعب أصلا، هو مورد قومي. هذا كل ما تحت الأرض والمعادن التي تقوم بها الدولة والنفط والغاز هذا مورد سيادي للدولة كلها للمجتمع كله، يخرج منها الخمس لمن أصلا؟ لكنهم يريدون يعني أو يظنون أنهم بترسيخ هذه الأفكار وادعائهم أنها من الدين أن الأمر حتى لو خرجوا أنها ستستمر وأن الناس سيوافقوا باعتبار أن الأمر ديني حتى لو لم يكن الحوثي موجود على رأس الدولة، وأنهم بذلك سيأتون بها. يعني هو تكلم عبد الملك حتى في رمضان كان يقول اخرجوا بالزكاة طيبة بها أنفسكم أفضل من أن تؤخذ منكم بالقوة. هم يسعون قبل أن يفرضوا الأمر بالقوة لإقناع الناس من أجل أن يسلموها لهم باعتبارها دينا. هي هذه الجماعة وهذه الفكرة وهؤلاء الأئمة يعني هم جاءوا بالتضليل الديني، فإذا أخذوا السلاح والقوة من لم يقبل يعني بحجتهم جاءوا له بالقوة، كما قال مجد الدين المؤيدي وهو يتحدث عن تاريخ المذهب الزيدي والدولة الزيدية، قال إن هذا المذهب الشريف لا تقوم له قائمة إلا بالسيف المسلول لأهل النصب المخذول. ثم برر ذلك قال إن معظم الناس يرفضون الحق كما فعل إبليس عندما رفض أن يسجد لآدم، ولذلك هم يرفضون أن يقبلوا بتميزنا، فكان لابد من السيف. ولهذا هذه الفكرة قد يتساءل الناس لماذا هذا المذهب لا يوجد إلا في اليمن، يعني مع أنه بداية الزيدية ظهرت في العراق وفي إيران وفي المغرب. يعني الناس لا يمكن أن يقبلوا حتى فكرة قضية أنه أقرب من السنة، هؤلاء كانوا يقولوها الذي هم منحصرين في زوايا الكتب والمساجد ولا يفهمون الواقع. أما بالنسبة للحكام ينقل الزيدية عن هارون الرشيد مقولة خطيرة جدا ومهمة، ينقلون عن هارون الرشيد أنه قال ليس بيني وبين الإمامية الذي هم الاثنى عشرية خلاف، إذا جاء إمامهم الذي هو مختبي في السرداب لأنهم كانوا يحرمون القتال والحرب والكذا وكل شيء، لما يأتي قال إذا جاء إمامهم سأكون أول من يبايعه، إنما أعدائي وأعداء آبائي هم هؤلاء الزيدية الذي كلما قام قضينا على إمام قام إمام، لأنه شرطهم للخروج والقيام أن يكون من البطنين، يعني أي واحد طامح حتى لو مدعي ولا من أين ما كان ويمتلك سلاح أن يخرج شاهرا سيفه، يعني ليس بالخيار من الناس، يعني كل من أمتلك قوة فهو إمام لديهم. ولهذا أدخلوا وهذا ما يحدث يعني أدخلوا اليمن في صراعات، فهذه الفكرة قضي عليها وتحولوا إلى المذهب السائد. يعني في إيران تحولوا إثنى عشرية، في المغرب تحولوا مالكية، في العراق تحولوا جعفرية وإثنى عشرية وغيرها، وبعضهم تسنن. في اليمن لم ينتشر حتى في المناطق التي كان يصل إليها نفوذ الدولة العباسية وغيرها، في تهامة في السواحل في الجنوب
إنما ظل في جبار صعدة والأماكن التي لم تكن تصلها الدولة المركزية، وللأسف حتى بعد قيام ثورة سبتمبر تركوا لهم صعدة بكاملها ليستعيدوا الفكرة. وعندما وهم هكذا عبر التاريخ، عندما يصبح لديهم مجموعة سرعان ما يتحولوا إلى جماعة مسلحة، يعني عسكرت الزيدية أو عسكرت التشيع، ثم يبدأون بالصراع ضد المجتمع الذي يعيشون فيه من أجل استرداد حقهم الإلهي. لاحظي أنهم رغم أخذهم لأموال الناس والشعب ليس لهم آثار، يعني تركوها للناس، ليس هناك آثار مصلحية، ليست المسألة عفوية، ليست المسألة هي داخلة، يعني هم لا انتقام انتقام، يعني داخلين في فكرتهم أنه هذا الإمامة هي استحقاق إلهي باعتبارهم أولاد الرسول، وعلى الناس أن يعطوهم، وليسوا ملزمين أن يعطوا الناس أو أن يعملوا يعني على راحتهم أو ولهذا رغم أنهم ظلوا مئات السنين يعني سواء مصارعين الدولة أو حكام في بعض المناطق أو غيرها، ما هي آثارهم سوى المقابر. ولهذا يعني يحكى أنه يقال أن الزبيري قال، يعني قال لو جمعنا أئمة الزيدية من أولهم إلى آخرهم ما ساووا ظفيرة لأروى بنت أحمد، آثارها لا زالت موجودة إلى اليوم، يعني تركت من الأوقاف، من المساجد، من المياه، السبيل، من غيرها، يعني الدولة العامرية كان معها مدارس، طبعت كتب، عملت كذا، إلا هؤلاء مشروع تدميري، هؤلاء مشروع يعني أكبر مقبرة في الشرق الأوسط موجودة في 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 صعدة، هؤلاء مشروع مقابر ومشروع قتال، يعني لم تزدهر سوى المقابر والمقامات حق أوليائهم وأئمتهم. نعم، وهذا ما يؤسف حقيقة، لن تنتهي هذه الفكرة إلا بانتهاء هذا الانقلاب الحوثي وعودة الشرعية، لا ندري متى سيكون ذلك. شكرا جزيلا لك دكتور أستاذ زيد جابر الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.